السيف كلاود بالحجم الواقعي موجود، ابرز الاماكن اللي شفناها في اللعبه موجوده هنا على الواقع، نشاطات كثيره موجوده، الجمهور موجود والحضور كلهم موجودين والمطورين كمان موجودين. حاكم الله معانا في ليله فاينل فانتسي 7 ريبيرث. اول ما ندخل القاعه نشوف هذا الجدار الكبير اللي مكتوب عليه فاينل فانتسي، نمشي من جنب وندخل على اول غرفه واللي تعرض لكم كل اجزاء فاينل فانتسي اللي نزلت من البدايه حتى جزء 16. نشوف الصور وشاشه تعرض لك تريلر ومقاطع من اللعبه وتحتها معلومات عن اللعبه بشكل عام، وحاطين لك سماعات عشان تخش جو وانت تتفرج. الغرفه اللي بعدها حاطين لك مجسم رهيب لمدينه ميدغار، عليه اضاءات رهيبه تعطيك جو مشابه لاجواء هذه المدينه في اللعبه، وعلى الجدران شارحين لك عن مشروع ريميك فاينل فانتسي 7 وكمان تفاصيل دقيقه عن مدينه ميدغار. بعدها ندخل على غرفه رهيبه كبيره وفخمه معروض فيها مجسمات بالحجم الحقيقي لعدد من اشهر الاسلحه الايقونيه في اللعبه، قفازات تيفا، رشاش باريت، وسلاح النينجا الخاص بيوفي. على الجدران عندكم صور ابرز الشخصيات الرئيسيه سواء الطيبة أو الشريرة. الغرفة اللي بعدها هي مكان أيقوني ومعروف في عالم فاينل فانتسي 7، وهو مكان اللقاء المميز بين كلاود وأيرث. صارت فيه حوارات مهمة والأحداث اللي تبعت هذا المكان كانت جدا مفصلية في القصة. المكان الثاني هو خزان الموية، ولما نقول خزان موية نحس إنه شيء عادي، لكن في فاينل فانتسي 7 هذا المكان اللي كانوا دائما كلاود وتيفا كأطفال يتجمعون فيه ويسولفون ويتكلمون عن أحلامهم والمستقبل. بعدها بنحصل عندنا مجسمات للمركبات الموجودة، وهنا في عندنا التايني برونكو والبقي. البقي مركبة رهيبة كانوا بالعادة يركبون فيها كل الفريق وتمشي فيهم وتشوفهم جالسين يتفرجون على العالم، وتقدر توقف في أي مكان وتطلع تستكشف وترجع من جديد. الحين المكان هذا اللي تشوفون فيه أجهزة بلاي ستيشن 5 كثير، هذه كلها مخصصة لتجربة فاينل فانتسي 7 ريبيرث. هنا في عندنا منطقة مخصصة للمشروبات، الرهيب ان الشباب هنا جابوا مشروبات من سكوير انكس في اليابان، فالمشروبات الموجوده قدامكم بغض النظر عن مسمياتها هي فعليا ترمز للشخصيات، يعني في مشروب مخصص لكلاود، مشروب مخصص لتيفا وهكذا. ايضا في عندنا هنا منطقه لبيع الالعاب والاكسسوارات، بتحصلون نسخ العاب فاينل فانتسي الاخيره، سيديات مخصصه للمقطوعات الموسيقيه، مجسمات صغيره، اكسسوارات وغيرها الكثير. فبشكل عام معرض فاينل فانتسي كان رهيب ومليان تفاصيل مجنونة لعشاق اللعبة والسلسلة بشكل عام، وأكيد نشكر فيها القدية على المجهود الضخم اللي بذلوه في بناء هذا المكان، وإن شاء الله هذا المشروع يكون بداية لأننا نشوف الكثير والكثير والكثير من المشاريع المشابهة مستقبلا واللي تكون بنفس المستوى وأفضل بإذن الله. بعد ما خلصنا الجولة في معرض فاينل فانتسي 7 صار الوقت للروح لحدث ليلة فاينل فانتسي 7 واللي كان في قاعة فالكونز، وهنا حضر منتج اللعبة يوشينوري كيتاسي ومخرج اللعبة ناوكي هاماغوتشي. طلعوا على المسرح وصاروا يجاوبون على عدد من الأسئلة وتكلموا عن عدة أمور. البرزنتيشن اللي عرضوه الثيم تبعه هو السينرجي أو التناغم، وبدأوا يتكلمون عن تطور فاينل فانتسي 7 الأصلية ودور هذا الثيم في تطوير نسخة الريميك وريبيرث. كيتاسي قال فاينل فانتسي 7 الأصلية إنها لعبة جدا مهمة بالنسبة له، وإن لعبة ماريو 64 اللي نزلت في التسعينات أعطت وقتها الإحساس بولادة عصر 3D في الألعاب، وصار لازم فاينل فانتسي تصير لعبة 3D. وذكر كيتاسي إن مشهد البداية حق فاينل فانتسي 7 وحركة الكاميرا من أعلى مدينة ميدغار أعطت إحساس إن هذا هو مستقبل ألعابهم، وهنا يجي دور السينرجي اللي أعطتهم إحساس أنه لازم يكون عندهم ولاء للعبة الأصلية ويطورونها وما تكون لعبة مختلفة بالكامل. كيتاس يقول أنه متحمس جدا للفصل الثالث واللي يعتبر ختامية هذه الثلاثية، وأنهم بيقدمون أمور غير متوقعة. هاماغوتشي يقول أن الجزء الثالث راح يتفوق على كل التوقعات وبيكون أكثر جزء محبوب في سلسلة فاينل فانتسي. هذا الحدث الرائع لفاينل فانتسي 7 ريبيرث مستمر الى 24 اوغست، نريكم جون تستمتعون بالفعاليات والاشياء كثير مختلفه اللي موجوده معاه. يعطيكم العافيه على المتابعه، كان معاكم احمد بن محفوظ من ترو جيمنج، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.